السلام عليكم خوتي، كلشي بخير مهانيه، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير بخير وبصحه جيده وهناء وكلشي ان شاء الله بحول الله. المهم فيديو جديد غتشوفوا غتقولوا هذا وري شي قهوه شي حاجه. المهم الاخوان انا الان غنقول لكم دابا انا كاس مؤقت، انا كنتسنى غير كاس مؤقت في هذه القهوه واقيلا هذه السمره ان شاء الله بحول الله على ما اظن، ما عرفتش انا باترو شنو قال. المهم انا جالس مؤقتا في هذه القهوه، قال له ودي قابل لي هذه القهوه وحنا مقابل لي هذه القهوه ان شاء الله، نتمنى الله تعالى التيسير. اش كتعاود نتوما؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هاني مرتاحين؟ كنشكر اي واحد تابع يفتك الفيديو السابق، والله صراحه شكرا لكم بزاف بزاف، وهذا صراحه كيخليني انني باش نقول لك زعما انني نفرح نيتي، ولكن الحمد لله. المهم كتقتنع وكتفرح الناس بدا الناس كيدعوا معاك وكل شيء، انك داخل القلوب ديالهم وقال لك محبه الناس راه كنز صراحه. وكنشكركم بزاف بزاف صراحه، هاد الشيء كدير هاد الشيء اللي غندير لكم انا واخا كاع ميجازيكم شي قليل حقكم والله القسم. وشكرا بزاف بزاف لكم اخوتي. المهم اخوتي انا باقي جالس في القهوه هاد السيمانه واقيله، المهم جالس جيت غير نقول لكم الاخوان الناس ديال الهواره، الناس ديال الهواره بطبيعه الحال ماشي هذا يقولوا تقولوا هذا كيدير الاشهار ولا شي حاجه، المهم انتم حسبوا اللي بغيتوا. المهم انا قهوه صراحه نقع ما نعاودش لكم قسما بالله، هي زوينه صراحه، جات في لوتوروت بالضبط في المهادي سبت قردان هواره، الناس ديال الهواره راه غيعرفوها فين جات. المهم كاينه هي في لوتوروت، كاينه في طريق المطار ما بين تارودانت والقفيفات، الناس ديال تارودانت الا كنتو غادي للمطار كدوزو من جهه القفيفات. المهم الطريق هي كاينه في المهادي، اخر كافي كاينه في المهادي، في الخرجه ديال المهادي كاينه كافي ديال جوليا صراحه، ها هي كافي ديال جوليا غنبغيكم تسمعوا لنا. المهم تنوريكم صراحه قهوه انكرويابل، خاصكم قهوه تشربوا قهوه، بغيتوا اتاي كاين اتاي طواجن اللي بغيتوا اي حاجه خطرت لكم على البال كاينه، قسما بالله العلي العظيم الى قهوه يا سلام بالله ما نشكرهاش لكم. الناس الشوافريه، الناس اللي كيشربوا كيشفروا كيشفروا، الناس اللي كيسوقوا الرموكات كذلك، الناس اللي كيسوقوا الكميوات، الناس اللي كيسوقوا الكيران، اي حاجه القهوه راه هي جات في لوتوروت في طريق المطار كما قلت لكم ما بين الكفيفات وتارودانت، الا كنتو جاي من تارودانت غتلقاوها على اليمن اخر كافي جوليا على اليمن، الا كنتو جاي كذلك من جهه الكفيفات بغيتو تغداو ولا تفطرو ولا تفرجو في شي ماتش ولا اي حاجه، الا كنتو جاي من جهه الكفيفات جهه المطار غتلقاو على اليسر ديالكم. المهم هي سميتها كافي جوليا، كتوفر اسيدي على قهوه سالامونجي، كاينه صاله مغربيه حتى هي، كاينه واحد الصاله مغربيه نوريها لكم ان شاء الله في التتمه ديال هذا الفيديو، اسيدي العائله ديال كلشي، كاينه صاله سيدي مغربيه تقليديه بلديه، جلسات سيدي تمغط ليها مع راسك، رقد ليها مع راسك، اللي بغيتي ديري وديرو، صوب لي الطاجين على خاطرك، بغيتي كاع تصوب الطاجين عندك سيدي تصوب الطاجين ماشي مشكل، كاين غرام بالمشكل. المهم كاينه الصاله تبارك الله واخا يجري فيها العود، اللهم بارك وزيد في ذلك. كما قلت لكم جلسات سيدي ما كاين اللي صداك ما كاين والو، كادي جلسات سيدي مرتاح. كاين كتوفر ايضا على لافاج، لافاج وحده ميكانيك بحال دابا شي واحد الا خسرت ليه السياره خاصو يبدل لبنو ولا شي حاجه في الموتور وقعت ليه شي حاجه، المهم خسر ليه الموتور ولا شي حاجه، المهم اي حاجه كتوفر على لافاج. هي بحال الشكل ديال دوك شنو نقول لك مونيت ستاسيون، يعني ستاسيون حاليا ماشي ستاسيون ولكن بحال ستاسيون، يعني ستاسيون كتفوق كتوفر على لافاج وكتوفر على ريستو قهوه وكتوفر على وحده تحانوت، يعني كلشي متوفر الحمد لله. كاين حانوت، كاين الافاج، وكاين ميكانيك، وكاين قهوه، ومونيتور، المهم قهوه ريستو. المهم كيما قلت لكم كتوفر على صاله كبيره، اللهم بارك، ديال العائله ولا ديال اي واحد، الدراري ولا العائله ولا اللي كان غاجا سيدي هناك، مرحبا بكم. والله العظيم الى القضيه، المهم القضيه راه مرخرخه بالبيان، قهوه صراحه في متناول. أنا بعدا ماشي كنقول كنشكر على هاد القهوة حيت زعما كاين فيها ولا شي حاجة. المهم الخوت كيما قلت لكم هادي بريسة ديال القهوة هنا فين كنجلس أنا دابا، أنا ممكن أنا دابا مكلف بكلشي فهمتو، مكلف بكلشي. المهم غنوريكم القهوة كيفاش دايرة، لاكويزين راه هي والقهوة من الداخل هكا دايرة، حيت لكم الصوت أشكون كاين داك الضجيج بزاف بزاف.
ما قدرش انا نخليكم غتسمعوا تقولوا الفيديو فيه صداع بزاف بزاف. قلت علاش لا ما نديرش الصوت ديالي ندير التسجيل ونهضر فيه. المهم هذه هي الصاله من برا هكا كدير فيها التلفازه، كتوفر تلفازه كبيره من حجم كبير بالنسبه للناس اللي غيتفرجوا في الماتشات. ما غتلقاو غرام د مشكل في هذا الشيء. تفرج اسيدي وترخرخ ليه مع راسك. ها يلا مبارك. والكراسي هكا دايره هكا دراهم برا، والساحه تبارك الله راه كبيره، عندها اسباس كبير تبارك الله ما شاء الله. تما كاين خبز ديال التافرنوت كما تشوفوا راه هو، وكاين هاد النافوره هادي، وكاين حتى بلاصه البيتزا اللي غنوري لكم دابا فنظن نتقلب هاد الجهه. هي بلاصه البيتزا راه فيها الشوايه والبيتزا وكل شيء، راهي هي بالرمادي وخبز التافرنوت تماك وبيتزا تماك والقهوه والاسباس كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبه للمدربات كاين مدربات عصريين حال تما. الا طبطي سيدي فوق الكرسي، الا طبطي فوق الكرسي سيدي هناك راه تما غطي ما راسك طيح تما. المهم قال لك نحن في خدمه الزبناء الكرام وحبايبكم، ما قدرتش نصور لكم الصاله كاين تما، كاينين شي ناس جالسين تما ما قدرتش نصور لكم احتراما للناس اللي كاينين تماك. المهم الكافي سميتها جوليا كما قلت لكم، راه هي الاسم ديالها جوليا. ودابا غنمشي نوريكم دابا البلايص وراكم فين جات زعما الطريق من الواجهه. المهم كاين الطريق الجهويه اللي كتربط ما بين المطار وتارودانت، هي هادي. الا كنتي جاي من تارودانت راه ملي كتكون جاي من تارودانت، الا كنتي جاي من تارودانت غتبان لك هاد البلاكه هادي، فيها هاد البلاكه فيها كافي وميكانيك وكل شيء. ولكن كنتي جاي ثاني من جهه اكادير كتسبق على الفيلم ولا ولد الفيلم هاد الفيلا هادي. وقدام واحد المستنبت انا غنوريكم دابا المستنبت، ها هو كاين الوسط جا اونفاس مع المستنبت ديريكتومون. انتم شفتوها المستنبت، وهذاك فيه الخضر الباش بالخضر، وهذاك اخوتي كما قلت لكم القهوه راه كتوفر اللهم بارك. لا ولا فاج اللي حدا يا اخوان اللي بغى يغسل شي طاب ولا شي حاجه اكوش توفي. اجي هضر كاع انت معاك. قلت لهم سيدي ديك هاد القهوه راه موجود فيها كل شيء. لا تصور ايفون اصاحبي هذا، وين حنا يا صاحبي مزايات خاصه وصحه لا فاج حتى لوح على بالك شي سيت ديال سميتو لوح. وانا راه عندي اليوتيوب كاع الحاج يوتيوب سيدي هناك هادي بارك كل شيء اللهم بارك موجود. اللهم بارك ها لافاج يا ها الميكانيك ها لافاج. المهم اسيدي كلشي بغا يغسل، واش بغيت رخره واش بغيت زازات اللي مخصصه يتقاد ولا ما ساخي تغزل باركم عندنا. وا اخوان نحلى لكم يا اخوان، تعالوا معنا حتى حنا يلا بدينا. انا مع الشعب والله قسم بالله مشروع مزيان استثمار بحال هكا، بلادي استثمار بحال هذا الشيء. بالنسبه للمكان راه مراقب، راه الكاميرا راه هي كتشوف فيكم يا اخوان، ديديكاس لكم من الكاميرا. وكما قلت لكم القهوه شوف بحال الشكل ديال ستاسيون، بحال الشكل ديال ستاسيون كذلك، ها الريستو القهوه ها لافاج ها ميكانيك ها لافاج كان الاخر قليل هيك عندك الدوزان. كنعاود نذكركم اللي جاي من المطار من كفيفات، القهوه راه كتكون على اليمين اول قهوه على اليسار ديالكم الا كنتو جايين من كفيفات، وكذلك من تارودانت الا كنتو جايين من تارودانت اخر قهوه على اليمين الاخوان. اي كما قلت لك عاود تذكر المستر متى هو ياك الدار خدامه تبنى راه داك مول الرخام هالتراكس هالمقلع ديال البريكو داك الشيء اللي بغى يغسل شي زربيه اللي بغى يغسل شي صالون. المهم جميع انواع غسيل اللهم بارك وزيد في ذلك. تحيه ليك اود الباتروس الله يحفظك. كما قلت الاخوان اللي حدا القهوه هي حداها سميتو داك ميكانيك اخر هو ديال الروايد اللي بيدل بنوات الاخوان هو هذا شتي الاخوان اللي خاص الدوزان كذلك اللي يحصل بياس ها الزيت كلشي ديال الموتور ها البناوات ها سيدي ها يمكن ابدل يمكن الاضماري. السلام عليكم تحياتي الله يحفظك. واخا اي بناوه جميع البناوات اللي خرجت الطوب اون بان راه موجود الخير اللهم بارك. ها التراكتور اللي خاصو جرويدي ديال التراكتور اللي خاصو اللي جرويدي تاع التراكتور شي حاجه الشان غير كذلك. المهم راه كلشي متوفر الاخوان اللي بغى يبيس شي حاجه. المهم راه الخير موجود الاسباس كاين كتحط الطوموبيل سيدنا كنمشي للقهوه كتريح ما كتبقى تمحل في الشمس ولا شي حاجه كتحط الطوموبيل ديالك الاخوان كتمشي تماك ترتاح يا مع راسك تمغط تقعد انت تما حتى العشيه كاع. المحل كذلك اللي خاصو بحال هكا الدوزان الزيت الصباغه القراوي الدوزان تاع بلاد الكينينه ما كاينش مش عادي الطوموبيل. هذا السي هشام تحياتي ليه
ما ضمي الفار ومهد دوزان على كيس واللي بغيتو كاين هنا اللهم بارك. انا مصار ديال الطوموبيل كلشي كاين اللهم يسر ولا تعسر. وين اخوان راه كلشي متوفر حدا الكافي هادي ميكانيك كذلك الزيت ها الزيت كما قلت لكم. المهم جميع انواع داكشي اللي بغيتو كاين على مصار ديال الطوموبيل هذا هو المصار. طوب شنو توفر كل شيء وتبارك الله راه كاين عده كاين بزاف ديال الميكانيك زعما هنايا ما كاين زعما حتى شي مشكل زعما بحال كتعطل بحال كالروطار ولا شي حاجه ما كاينش داك الشيء اللهم بارك والله ما كاين بالله. كل شيء طوموبيل محلوله طوموبيل محلوله طوموبيل اخرى محلوله كل شيء بغيت تقاد حتى حاجه ما تعطل. هاد الدوز الاخر داك ستوك دوك ماين السيارات سبع العيارات ولا الجلاله كما عارفين اللي كاين البولات جميع انواع شي الميكاب ديال الطوموبيلات كاملين كاين هنايا. والله سي حاجه مخصوصه والله حاجه ما مخصوصه عندك. السلام عليكم الميكانيك الاخر شتي وما عليكم انا هو هذا شتي ميكانيك القردان. المهم راه كما قلت لكم راه كلشي متوفر هذه هي الجنه ديال الطوموبيلات الجنه ديال الديبان كلشي متوفر اللهم بارك. المهم الاخوان ما تنساوش تزوروا كافي ديال جوليا وتزوروا بالنسبه شوف الناس الشوافريه العيالات اللي كيسوقوا الرجاله كذلك الشوافريه الرموكات كاميوات طوموبيلات كلشي متوفر الاخوان اللي طاح اون بان القهوه ها الدوزان ها ميكانيك ها كلشي كاين اللهم بارك. مرحبا بكم عند كافي جوليا ديال الديبا. المهم مرحبا باي واحد جا عندنا الاخوان وزورونا كما قلت لكم راه قضيه زينه انا كما كيبان لي والو بعد انا ما كيبان لي كاع راسي واش كنبان ولا ما كنبان راه كنهضر. المهم الاخوان ما تنساوش واحد الجيم واحد التعليق وبارطاجيو الفيديو الاخوان. المهم تحياتي لكم. الميكانيك الاخوان قضيه راه مزال صدق وكاع عباد الله وكاع هذا الشيء وتبارك الله يا خوتيني. هذا الميكانيك ديال القردان راه كاين في المهادي ها الطوموبيل الاخرى كتساو ومونتين الله العظيم ايناش نقول لي اما كاين هادي ماري وكسيري ورول الدوزان اللهم بارك الدوزان خاصو شي حاجه. مرحبا به عندي باسيدينك غادي راه مزات صدا المحل الاخر تراكتور اللي خاصو الرويد التراكتور كبور في رجليه حتى هما موحيل ها هو ميكانيك القردان محل الاخر الله سيدي الى القضيه مزات صدا بالله اللي ما بو الله يعلم باب الله اوف الله يعلم باب الله ها طر ويدي التراكتور كاين انا كلشي كاين ها اللي بغي اللي ما باب صافي الله يعلم باب ها الكوفلور اللي بغي ينفخ يا جل الله مبارك سيزو تحيه الناس تيك توك الاخوان ناس ديال تيك توك بارطاجيو الفيديو الله يجزيكم بخير. ها شي مع البديه ديال الدخله ديال المهادي اللي جاي من اكادير اللي جاي من قفيفات اللي جاي من هوارة على الطريق الوطنيه راه الشغل كلشي على اليمين هاو كلشي لا واه ماشي اليمين على اليسر اللي جاي من قفيفات وهوارة واكادير الطريق الوطنيه ماشي الطريق الوطني الطريق الجوي وقيلا هاي على اليسر راه كلشي كاين المحيلات مول 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 الروايد ها البياس الزيت كلشي ها الميكانيك ها القهوائيه ها تحت الشوافريه تحياتي الشوافري وتحياتي المسلمين الناس كذلك اللي جايين من جهه تالودان سد قردان ورزازه الطاطا اللي جايين ها اخر قهوه على اليمن اخر قهوه على اليمن ها لافاج ها الكافي ها هي الكافي ديال جوليا ندخلوا ليها الاخوان الناس ديال كاس افريقيا الناس اللي غاتفرج الشوافري اللي غيتعطلوا على الماتش راه حنا ما عندناش تعطال ها واش بغيت تفرج ان شاء الله ها البيتزا براس البيتزا السقايه سيدي انك هل النافوره كما نقولوا ها بلاصه خبز فرنوت حتى حاجه ما خصناش ها كافي جوليا راه كافي جوليا الاخوان ها كافي جوليا سيدي ناك ديال الديباء الله يسخر التلفزيون هي اللي بقى شوف كلشي غيتفرج الشوافريه اللي معطل على الماتش اللي فلت الشوط الاول ها الشوطين تفرج فيه هنا اللي فلت المهم قلت ما ديري تفرج حتى حاجه ما تخبى القهوه سيدي ناك ها ها سيدي ها الصالون ها فين تحط الشغل الى طبطي فوق الكرسي هل مدربه هي كلشي بغا يتفرج كلشي موجود الكراسي موجودين ها
هذه مزال ستارق حيواسينيات وقريصة، ناس ديال كافينوار، ناس ديال نورمال، ناس ديال نصمص. ها القديم مزينة كل شيء بتفرغ عليه ونقول النقاء والشغل الطوايد حشاكم. ها هاتلي بيزداني ديديكاس السبعة دون وكعب الله وكعلم أبو حق ربيعي بمدر. والإخوان الصلاة هي كما قلت لكم اللي بيجي يساسي لك ترخ رخ لي مع راسه مرحبا بالجميع الصلاة هي بيقول قاعد انت فيها أجل نخرجكم تاني. ها راه تكو شمت مفرح هذه القهوة ومن القهوة راه مستثمر هذا الشيء ديالو كامل. اللهم يسر ولا تعسي اللهم بارك هذا الشيء ديالو. الله يسخر ليه الله يسخر العمل على فاش هو عند ديب اللي بغى يجي ينقي المدام ديالو مدام يعني السياره ديال دو اخوان ولا مانار بغى ينقي مانار ولا موتور اي حاجه. المهم السيدي خدام تم الله مره ديديكاس ليه يعني